بنحر الخراف وإطلاق المفرقعات النارية استقبلت بلدة مزرعة العكارية ابنها الجندي صهيب العمر الذي أصيب في أثناء مواجهة الجيش اللبناني مع المجموعات المتطرفة في جرود عرسال. وقد تجمع أبناء البلدة في ساحتها لاستقبال الجندي البطل. يعني فرحة كتير كتير كبيرة، والله يحمي الجيش وينصر أعدائه بجاه الحبيب محمد. وقد أكد أهالي البلدة دعمهم للمؤسسة العسكرية وأبطالها الذين يحمون الوطن.